السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأحباء طلبة الصف الرابع، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. كنا قد بدأنا يا أبطال في الحصة السابقة بوحدة جديدة بعنوان علماؤنا، واليوم يا أحبائي سنتناول درس ابن الهيثمي. سأقوم يا صغيري بقراءة الدرس، فعليك أن تتتبع القراءة جيدا معي، وعليك يا بطل أن تفتح الدوسية صفحة 39 لتتتبع المعاني والأفكار معي أثناء الشرح. وكما في البداية تعودنا نقوم بكتابة اليوم والتاريخ، اليوم الثلاثاء 3/11/2020. هيا يا صغيري نبدأ بالقراءة. ابن الهيثمي. ولد الحسن ابن الهيثمي في مدينة البصرة في العراق سنة 354 للهجرة، في عصر ازدهرت فيه العلوم المختلفة. درس الهندسة والبصريات، وقرأ كتب من سبقوه من علماء اليونان والمسلمين. كان مرجعاً لأهل عصره في عدة علوم، على الرغم من وجود صفوة من كبار علماء العصر. سمع الحاكم بأمر الله في مصر بمقولة ابن الهيثم عن قدرته على تنظيم أمور النيل ليصبح صالحاً للري في أوقات السنة كافة، فاستدعاه إلى بلاطه وأمده بما يريد للقيام بهذا المشروع. لكن ابن الهيثم بعد أن حدد مكان المشروع أدرك استحالة إقامته لعدم توافر الآلات والمعدات المناسبة في ذلك الوقت، فاعتذر للحاكم بأمر الله الذي كان يأمل منه الكثير، ولكن فكرته أصبحت حقيقة ماثلة حين أقيم السد العالي في المكان نفسه في العصر الحديث. نبغ ابن الهيثم في طب العيون، وشرح العين تشريحا كاملا، وسمى أجزاءها بأسماء ما زال بعضها مستعملا حتى اليوم. هيا يا صغيري تتبع معي الشرح. ولد الحسن بن الهيثم في مدينة البصرة في العراق سنة 354 للهجرة. في البداية يا أحبائي النص يتحدث عن عالم من العلماء يدعى بابن الهيثم. هذا العالم كان يدعى بابن الهيثم، وهو والاسم ابن الهيثم هو الحسن بن الهيثم، الحسن بن الهيثم. هذا العالم الذي كان يدعى بالحسن ولد في البصرة، في مدينة البصرة في العراق. ولد في العراق سنة 354 للهجرة، يعني ولد الحسن في العراق سنة 354 للهجرة، في عصر ازدهرت فيه العلوم المختلفة. عصر تعني يا أحبائي زمان، وأيضا ظهرت كلمة ازدهرت، وهي كلمة جديدة وتعني تطور. ولد الحسن اللي هو الذي كان يدعى بابن الهيثم في زمان وعصر، هذا الزمن والعصر تطورت وازدهرت فيه الكثير من العلوم المتنوعة والمختلفة. درس الهندسة والبصريات، وقرأ كتب من سبقوه من علماء اليونان والمسلمين. ابن الهيثم درس في حياته العلمية علم الهندسة، وأيضا درس علم البصريات، علم الهندسة وعلم البصريات. سبقوه تعني يا أحبائي الذين كانوا قبله، يعني العلماء السابقين لهم. كان ابن الهيثم يقوم بقراءة كتب العلماء الذين سبقوه من اليونان والمسلمين. كان مرجعا لأهل عصره في عدة علوم، على الرغم من وجود صفوة من كبار علماء العصر.
مرجعا تعني يا أحبائي، ما المقصود بمرجعا يا أبطال؟ أحسنتم، العائدين إليه لمعرفة مختلف العلوم. صفوة تعني أيضا نخبة، كان أهل عصره يرجعون ويعودون إلى ابن الهيثم ويستشيرونه في كثير من العلوم المختلفة، على الرغم من وجود العديد والعديد من النخب والنخب الكبيرة من علماء العصر، لكنهم كانوا يعودون إلى ابن الهيثم. إذن الفقرة الأولى يا أحبائي كانت تتحدث عن ولادة ابن الهيثم وفي أي سنة ولد، والعلوم التي ازدهرت في عصره، وأنه كان مرجع لأهل عصره على في عديد والكثير من العلوم المتنوعة والمختلفة. سمع الحاكم بأمر الله في مصر بمقولة ابن الهيثم عن قدرته على تنظيم أمور النيل. الحاكم يا أحبائي اللي هو الوالي والحاكم سمع بمقولة إن ابن الهيثم يقول بأنه هو قادر على ترتيب وتنظيم أمور النيل ليصبح صالحا للري في أوقات السنة كافة. لماذا إنه قادر؟ ما السبب في أن ابن الهيثم قادر على تنظيم أمور النيل؟ ليش إنه هو قادر على تنظيمه حتى يصبح هذا النيل عند تنظيمه وترتيبه صالحا للري؟ ما المقصود بالري أبطال؟ السقي. الري تعني السقي في أوقات السنة جميعها، في أوقات السنة جميعها. إذن قادر على تنظيم وترتيب أمور نهر النيل لكي يصبح صالحا للسقي في أوقات السنة جميعها. فاستدعاه إلى بلاطه وأمده بما يريد للقيام بهذا المشروع. الحاكم لما سمع بقدرة ابن الهيثم على تنظيم نهر النيل ولا حتى يصبح صالح للري، طلب منه واستدعاه إلى قصره أو إلى بلاطه وأمده تعنيم، وقدم له كل ما يريد لإنجاز هذا المشروع بأكمل وجه. أمده وأعطاه وقدم له كل ما يحتاج وما يريد لأن ينجز هذا المشروع. لكن ابن الهيثم بعد أن حدد مكان المشروع أدرك استحالة إقامته. ابن الهيثم بعد أن نظر إلى المكان الذي سيقوم به المشروع وحدد المكان أدرك، ما المقصود يعني أدرك؟ عرف استحالة إنشاء هذا المشروع في هذه الأرض وفي هذا المكان الذي سيقوم فيه. ما السبب يا أبطال؟ ما السبب بأنه عدم قدرته على إنشاء هذا المشروع في المكان المحدد؟ لعدم توافر الآلات والمعدات المناسبة في ذلك الوقت. السبب بأنه غير قادر على إنجاز المشروع لعدم تواجد وتوافر العديد والكثير من الآلات والمعدات المناسبة لإنجاز هذا المشروع في الوقت المطلوب وفي الوقت المناسب. فاعتذر للحاكم بأمر الله الذي كان يأمل منه الكثير. بعد أن أدرك استحالة إقامة المشروع تقدم إلى الحاكم واعتذر منه، لأن الحاكم كان يأمل أن يرى ويشاهد الكثير من ابن الهيثم ومن إنجازات ابن الهيثم، ولكن فكرته أصبحت حقيقة ماثلة حين أقيم السد العالي في المكان نفسه في العصر الحديث. فكرة ابن الهيثم ما التغت وأصبحت حقيقة ماثلة عندما أنشئ السد العالي في المكان نفسه الذي كان يريد أن ينجز فيه هذا المشروع، ولكن أقيم السد في العصر الحديث. نبغ ابن الهيثم في طب العيون. نبغ، ما المقصود بنبغ يا أبطال؟ نبغ يعني برع. ابن الهيثم برع في طب، في علم من العلوم هو في طب العيون، برع في طب العيون. وشرح العين تشريحا كاملا، شرحت عيني قطع، بدأ بتقطيع العين كاملة وتقسيمها إلى أجزاء
وسمى أجزاءها ما زال بعضها بأسماء ما زال بعضها مستعملا حتى اليوم. بعد أن قام بتشريح وتقطيع العين إلى أجزاء، سمى كل جزء بكل جزء باسم خاص، وما زال بعضها هاي الأسماء ما زال بعضها مستعمل حتى يومنا هذا وإلى يومنا هذا. إلى هنا يا أبطال انتهت حصتنا لهذا اليوم، يعطيكم العافية أحبائي.